أيمن اشتقت لك. لو بتعرف هالفيديو كيف صار قبل بسنة وأنا مارقة من حتى طواحين الهوا في إسبانيا، بشوف خيالي على الطاحونة وببدأ أرقص وبعرفش منين الرقص كله بيطلع، من أي عالم جاي، واليوم أنا عارفة من وين. الظاهر يا أيمن إنه روحك الراقصة كانت معي ورح تضل معي، معنا كلنا للأبد. إحساس جديد عم حسه فيه، معقول لأني مشتاقة لعيونك، يمكن مشتاقة أنا لعيني، حرية قلبي والفرحة بدونك. أنا ما بدي إلا الحقيقة، بدي أغرق بنور الغياب، بدي كن شريك عايشين فيه حاليا على كل الأرضية بشكل عام مع كل مشاكله، إيه انه تنفك، يقيموا كل الحدود وكل المعابر وكل كل الاشياء اللي ممكن عن جد تكون هي ضد الإنسانية او ضد او ضد الكرة الأرضية او ضد الحيوانات اللي احنا حواليها. يعني الناس توصل لوضع، نوصل لوضع اللي نكون بسلام مع نفسنا، إيه نقدر البيئة اللي حوالينا، إيه ويعم السلام على الكل.